منال العيسى، انا بودي جاردية معضلة في الرياض، مهرج يتسبب بسقوط امرأة في يوم ميلاد زوجها شرت روز رايز. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم المحقق عبد المحسن اللافي. تبغون تعرفون مين كسر السوشيال ميديا هذا الأسبوع؟ ابشروا. المغمورة منال العيسى كانت تتجول في بوليفارد موسم الرياض مع حراسة مشددة. اي نعم، حراسة مشددة. الناس انصدمت انه ليه، وصار الموضوع ترند. بس يا جماعة لا تلومونها، ترى مو هي اللي جايبة الحارس، ادارة البوليفارد اللي جايبينه علشان يطردها. اي نعم، المشكلة مو هنا، المشكلة انها ما تعتبر مشهورة. حراسة مشددة ليش؟ هي بكبرها مصدومة انه قاعد يمشي معها بوديجارد. ياهو اهدى من كذا، وش اللي منال العيسى جايبه معاها بوديجارديه ليه؟ وين عايشين فيه؟ ترى احنا في السعوديه، وين انا في الحياه العاديه قاعده اطلع لحالي، طول الايام كنت لحالي، وقفت هذاك اليوم اجيب ليه؟ شفتوا؟ هي بنفسها مصدومه، انا يمشي معايا بوديجارد ليه؟ ما الومك يعني، ما شاء الله، انت بحد ذاتك قوات خاصه. انا لحالي بوديجارديه معطلها. بوديغارد. بس ما يخالف، ما ودي اقطع رزقك، انا محتاج بوديغاردية معضلة هاليومين، لاني بصراحة ناوي اروح البوليفارد وما حد يدري عني وابي الناس تدري عني. موسم الرياض وتحديدا الوينترلاند عنوان للبهجة وللسعادة وللمتعة، ولكن هناك موقف تقطع قلبي عندما رأيته، مشهد يحبس الأنفاس، لم أستطع أن أتمالك نفسي أو أن أتخطاه. ولكل القلوب الضعيفة أنصحكم بعدم المشاهدة. تحسبون انه فعلا هذا المهرج انبوا ضميره وتاب كما يبدو؟ الله وكيلكم، لا تاب ولا شيء، خمس دقائق وانطلق للضحية اللي بعدها. وهذه المرة اختار طفلة بريئة ليفزعها بلا رحمة ولا انسانية ولا هذه طفلة بريئة، أنا اللي بريء والله. أخذت حقها وحق المسكينة اللي طاحت وحق اللي بيطيحون مستقبلاً. سيدة أعمال أهدت زوجها بيوم ميلاده سيارة روز رايز. ما تهديش، دخلنا إحنا. المهم خلونا نشوف الفيديو. 3 2 1، الحين وقت شنو؟ المفاجأة. الله يسلمك. أوكي، عيد ميلادك. أول شيء غمض عيونك. ومواصفاتي التي أبحث عنها كالآتي: أن تكون امرأة ثرية لأعيش معها حياة هنية. روز رايز. أي أغلى؟ ما حول المؤثر. والله اختيار صعب. قول المفتاح بيدي اليمين وما بيدي يسار. هذه كانت أخبار المشاهير والسوشيال ميديا. لا تنسون تشتركون في برنامجنا وتفعلون التنبيهات وتسوون فولو لسماشي، ونشوفكم كالعادة كل اثنين وخميس الساعة 9 بتوقيت السعودية.